عودة من جديد لكل الناس اللي بدأت تحضرنا في حلقة الليلة، بنصب عليكم تاني ونقول لكم صباح الخير وصباح السعادة. وصلنا للموضوع الأول لحلقة الليلة، توجيهات تربوية للأسر في كيفية التعامل والتحكم في نوبات الغضب لدى الأطفال. يمكن الأطفال عندنا في البداية منذ الولادة ولحد مرحلة الطفولة بيعبروا، ما بيستطيعوا يعبروا عن احتياجاتهم ومطلوباتهم إلا من خلال حالات معينة زي حالات البكاء وكذا. فحنعرف مع بعض مع الضيف الدكتور الصادق أحمد عمر، الاستشاري الأسري والمعالج النفسي والاجتماعي ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة بحري. مرحبا بك وصباح الخير معك. أهلا وسهلا وحييك وحيي الأستاذ مناع، حييك وحيي المستمعي أو مشاهدي السودانية 24، وأحيي القائمين على أمرها وكل العاملين الناس خلف الكواليس برضو بحييهم شديد، وبحيي أطفالنا السودانيين أو أطفال كل الأسر السودانيين، وإن شاء الله ينعموا بطفولة هادئة وهانئة كده غير مصادرة يعني إن شاء الله. نعم دكتور، خلينا بالتأكيد يعني الأسر برضو محتاجة إنها تتعامل تعامل خاص مع الأطفال وكده، فزي ما ذكرت أنه مرات الأطفال في بداية مرحلة الطفولة وحد مرحلة بيحتاجوا عشان يعبروا عن احتياجاتهم ومطلوباتهم عندهم علامات معينة أو حالات معينة. نعم. مثلا عاوز يطلب موية، عنده طريقة معينة عشان يطلب بها موية، بتين بيغضب الطفل. طيب أنا بحاول أرجع بك لورا شوية، يعني معلش أنا أعتذر جدا جدا لأمهات الزمن دي، لأمهات الحديثات، يعني ما كان في زمن عشان هن ذات يستقن المعرفة في كيفية التعامل مع الأطفال في كل الحالات، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، واللي هي فصلت خلقت لنا جيل ما عنده الدراية التامة بكيفية وصول تربية الطفل أو فهم الطفل بصورة جيدة. حبوباتنا زمان كانوا بعلموا أماتنا حتى لما يبكي بيكون عنده نوع معين من البكاء، نبرة البكاء ذاته بيحددوا فيها هو عايز شنو. دي الفطنة بتاعت الحبوهبات والأمهات القديمات يعني، لذلك حصلت فجوة بين الأمهات الكبار وبين الأمهات الزمن دي، بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. نعم فقدنا الحبوبات كثير جدا جدا، حتى الحبوبة المودرن هسه الحبوبة الحديثة برضه تفتقر لهذه المسائل، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. مفروض الناس يرجعوا لوصول تربيتنا وعاداتنا وقيمنا اللي هي بتحمل فيها بعض المعاني اللي ممكن تطلع لك زول عارف وفاهم وعنده الفراسة إنه يعرف كيف هذا الطفل. طيب بتين بتبدأ نوبات الطفل عند الأطفال؟ النوبة الأول حاجة البكاء ده شيء طبيعي جدا جدا، وأول حاجة بيبدأ بها الطفل حياته هي صرخة الولادة، يعني أول تعبير عن قدومه للحياة بيكون عن طريق بكاء، وصرخة قوية جدا جدا. وإذا كان ما صرخ هذه الصرخة بتكون فيه إشكالية، معناها هذا الطفل يعاني من مشكلة ما. كويس. طيب الطفل بيبدأ في قولين، في قول يقول إن الطفل بيبدأ الحالة تحت الغضب أو التعبير عن غضبه منذ العام الأول، وفي ناس بيقول لك بعد عامين بيحاول يعلن عن نفسه إنه هو جل العالم كائن حي جديد وأفتحوا لي محل أنا جيت أنا هو يعبر عن هذه الأشياء بالغضب. طبعا ليه بيغضب؟ لأنه ما عنده وسيلة، زي ما ذكرت أنت قبل ما عنده وسيلة تانية غير إنه يبكي أو يرفس أو بعضهم بتبقى حالة تحت الغضب، يعني حالة بتاعت هياج غريبة جدا جدا صعبة خالص خالص. في بعض الناس بحددوها من منذ الطفولة الأولى، يعني منذ الولادة بحددوه يقول لك الطفل ده عنده بعض العلامات ظهرت له، بتلقاه كثير الصراخ، بتلقاه كثير الرفس مثلا كده، مرات بتصل مرحلة الإغماء ده بعد العمر الثاني، ودي يا جماعه من الحاجات الخطره. كويس. فالطفل بيعبر عن طريق الصراخ، عن طريق الرفس، عن طريق الحركه او الايماءات المتشنجه، يتشنج الطفل، وده بيعني انه هو في حاله بتاع احتياج. طيب الناس من عمر سنتين وماشي كده بعد مرات يضرب يكسر، في واحدين بيشيل كوبايه قدامه وبيضربك بيها، بتلقاه بعد مرات يعضي أو يحاول يعضيك لو عنده سنون قامت له، أو يحاول يتشنج كده يعصب
يتخشب تماما، ودي أشكال التعبير. لكن هنالك شكل صعب جدا جدا وخطير من التعبير عن الغضب لدى الطفل، اللي هو التعبير السلبي، نحن بنسميه التعبير السلبي، اللي هو ينسحب ينزوي، اللي هو بيتعامل بشنو عن طريق الكبت، كبت غضبه ده ما بعبر عنه، ده خطر جدا جدا يا جماعة. قد يكون غضب الطفل لمرض نفسي كويس، أو تلقاه ينزوى بعيد من أخوانه وقعد ومشى في الأوضة وسكت، والناس بعض الأسر تحتبر إنه دي محمدة، هي ليست دي محمدة، خلي الطفل أبدا، الطفل اللي بيعبر عن حاجاته بطريقة أو بأخرى بصوت ده أحسن من الطفل اللي بيكبت التعبير بتاعه. حتى في الناس الكبار، يعني في الناس الكبار انت اول لو حصل لا قدر الله اي وفاه والانسان ما بكى، دي بتكون علامه لانه في اشكاليه حتجي للزول دي. مفترض انه الناس ينتبهوا لها، كذلك الطفل. عواقبه وخيمه، عواقبه وخيمه. لذلك التعبير السلبي، اول ما لقيت الطفل عنده تعبير سلبي عن المساله دي، انت طوال تحاول بقدر الامكان تسحبه تجيبه، وما تخليه قاعد براه، ما تخليه منعزل، انت خلاص هو بقى هادي وسحب انسحب منك وبقى بعيد، ابدا هناك في مشكله حتواجهها كبيره جدا جدا. المفروض الناس ينتبهوا لها انه الطفل اللي انسحب دي وقعد هادي وقفل اوضته عليه او قفل الاوضه عليه او قعد هناك بعيد في الظل بعيد، تفتكر انه ده ريحك الان، لكن حيتعبك بعدين بصوره كبيره جدا جدا. المفروض الناس ينتبهوا للمساله دي. اول ما الطفل ظهرت عليه العلامات دي، طوال انت تحاول تحتوي الطفل دي وتحاول تخليه يعبر عن غضبه. بالتأكيد في المرحلة العمرية الطفل في البداية بيعبر عن الغضب بالصراخ زي ما قلت وبالبكاء وكذا، لكن لما يتقدم شوي بعرف يتكلم، أو هنا ممكن في حالات تانية يعني للتعبير عن الغضب. حتى لو بدأ يعبر عن حاجاته وبيعرف يتكلم وبيجيه النوبات دي، يعني بيجيه النوبات دي معناه أنا داير كده، أديت له أهلا وسهلا، ما أديت له حيقعد يعيط ويصرخ ويضرب. وبعدين في حالات كثيره جدا جدا حنشوف الاسباب اللي بتخليه يمشي. طيب نتكلم عن الاسباب طوالي. طيب اللي بتؤدي للغضب وكده. طيب كويس. الاسباب بعض مرات يكون اتفه الاسباب. مثلا احنا محتاجين نديه كوبايه بتاعت ميه مليانه او كوبايه حليب مليانه، لو لاحظ ان الكوبايه دي ناقصه شويه حيقعد يعيط ويرفس لا ويشنج، مسألة غريبة جدا جدا. دي واحدة من الحاجات قد يكون مثلا سبب بسيط خالص انت غيرت الزمن بتاع اللي بتديه فيه الوجبة. غيرتها زدتها، او حتى لو قدمتها لو قدمتها برضو حيعيط لك، ولو اخرتها برضو حيعيط لانه يتعود على يحتاج على زمن معين. ودي يا جماعة المرحلة اللي نحن ممكن مهمة جدا جدا، انت هنا بتغرس قيمة في الطفل دي، مفترض انه تراعي، لانك انت بتصنع في شخصيه للمستقبل. لذلك القرص بتاعك يفترض انه يكون قرص متميز. فلاتفه الاسباب قد يسور، او قد يكون واحد من الوالدين عصبي بيعبر عن غضبه بصوره وهو بلاحظ. الناس ما تقول الطفل صغير ما بيفهم، بالعكس هو بيستلقط من ابويه كل السلوك بتاعه ويحاول يتمثله. لذلك لو في واحد من الوالدين عنده حالة عصبية شوية أو بيعبر عن غضبه بصورة نيرفز جدا، طوال الطفل حيستلقط المسألة دي وحيتبناها لأنه بحاول يتمثل بوالدينه. الحاجة الثانية يمكن الدلال الزائد، يعني إحنا ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عند برضو الأمهات الجديدات، أنا بتهمين برضو بيدلعوا الأولاد دلع شديد جدا جدا. اي حاجه هو دايره فتح خشمه بكى ساكت شالته طوالي، او كركت لزول شيله عليك الله ارفعه كده. ودي واحد من الاخطاء الكبيره جدا جدا اللي بتخليه يتمادى في انه يستغلك، داير حاجه خلاص بتلبي له، لبيت لي ما لبيت لي حيعيط لك. ايضا الحاله الصحيه بتاعت الطفل، الحاله بتاعت الصحه العامه بتاعته، دي برضه لها اثر كبير جدا جدا في الحاله بتاعت الهياج بتاعته. الحاجة الثانية، في أطفال عايزين يلفتوا الانتباه لوجوده أو لحاجة معينة أو لشخصيته، وخاصة يا جماعة بعد ميلاد طفل بعده بحاول طوالي يتبنى الأسلوب دي عشان يستدير عطف الناس الآخرين ويلفت انتباهه اليوم. حاجة أخيرة، الطفل يا جماعة لحظة تيجي ينوم بيبكي
كويس. لو لاحظت المسألة دي يعني ممكن أيوة. كل الأسر الأسر بتلاحظ إنه الطفل الأول ما يقول له خلاص داير نوم، مما يبقى ينقنق كده ده والدروغ جاي وكورك وبتاع، عارفوا إنه هو داير نوم. فلو لولوه كده وتبتبوه شوية بينوم طوال. أيضا يعني مع إنه لما يطلب حاجة بيغضب في أشياء كثيرة جدا جدا قد تأدي، زي الأمور البسيطة اللي إحنا قلناها قبل اللي هي حاجات بسيطة بتخلي الطفل يبكي أو يكون يستغلك. لما يكون تعبان دي واحدة من الأسباب، لما يكون فتران الطفل لما بيتعب برضه لما يتعب طوالي بيبكي فعلا. يلا التعبير عن الغضب بيجي في الشكل من الأشكال، في واحدين بيبكوا بكي عادية و يعني بصورة مقبولة نوعا ما، ما فيها تشنجات، لكن زي ما قلنا قبل قد تصل لحد الإغمال. لكن لو زادت خطورتها، لو زادت من 15 دقيقة بتبقى إشكال. لو وصلت زي ما ذكرت أنت قبل حد الإغماء، دي في حالة زي في الحالتين ده نحن طوال نشير نوديه لأخصائي. أخصائي طبعا. نعم. دكتور برضو نتكلم عن أسلوب التربية كدور أو كعامل مهم جدا في ضبط عمليات غضب الطفل. نعم، أساليب التربية كثيرة جدا جدا، منها أسلوب الإهمال، ده واحد من الأساليب اللي برضو بيصنع لنا شخصية يا جماعة يعني عندها مشاكل نفسية كثيرة جدا جدا، عندها مشاكل اجتماعية كثيرة جدا جدا، اللي هو الأسلوب بتاع الإهمال. في أسلوب التسلط وده إشكالية كبيرة جدا جدا، اللي هو بيصنع لنا عبارة عن مسخ بتاع إنسان، إنسان ما عنده أي إرادة، فاقد الإرادة تماما. وده يعني كثير من الناس الكبار، الشخصيات الكبار هسه عايشين يمكن في حياتنا الزوجية، في حياتنا الاجتماعية داخل العمل بتلقاهم سلبيين جدا جدا. ديل يتربوا بطريقة بتاع التسلط، الأم والأبو ممكن يكونوا مسلطين جدا جدا، لذلك عندما ينتقل إلى بيت الزوجية بعدين بتبقى مشكلة جدا جدا. هو يستدر عطف الزوجة لأن تتسلط عليه، لأنه احتاج، أنت ربيته على كده. صح. لذلك مفترض أنه يا جماعة عشان نحن نربي أولادنا نخد في اعتباراتنا أنه دي الشخصية اللي بعدين نحن حتتمثلين وحتكون دي من المشاكل الكبيرة جدا جدا بتاعت التربية. في أسلوب الدلال الزايد، يعني نحن زي ما ذكرنا في كثير من الأسر بتخاف كثير جدا جدا على والدين، يعني أطفالها، على أطفالها أولادها. فمبارح أنا بالتحديد اشتكت لي واحدة من إنه طفلة ده بقى داير أي حاجة حقته، أي حاجة حقت الناس دايرة دي مشكلة. مشكلة كبيرة جدا جدا، راجع لشنو؟ راجع لنوع التربية بالدلالة الزايد، اللي هو نحن بندلله أكثر من اللازم، أي حاجة دي حقتك جايبنا لك. لذلك رسخ في ذهن الطفل إنه أي حاجة في الدنيا دي شايفها حقته هو، سواء كانت ملكه ولا ما ملكه أو ما ملكه. كويس. لذلك يا جماعة الدلالة الزايد ده أكبر مشكلة بالبن. وده برضو يا جماعة بعدين حتى لما ينتقل إلى منزل الزوجية حيكون شخصية تانية خالص أنانية. ودائما الأطفال اللي بتربوا بطريقة زي دي يا جماعة تنتهي علاقاتهم الزوجية بالطلاق دائما، لأن أشياء لا تحتمل من هذه الشخصية، وده كله نتيجة الغرسة اللي أنت غرسته للطفل ده وهو صغير. فالناس تنتبه يعني في أساليب تربية لأولادها، اختاروا الأسلوب المتوازن اللي ممكن يخلق لنا شخصية متوازنة، ما دلال كثير ولا قسوة تسلط، لا أبدا، نحن نتوازن في المسائل. يعني بيني وما بين قومي، سيدنا معاوية، بيني وما بين قومي شعر، إن شدوها رخيتها وإن رخوها شددتها. ودائما ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأيضا الأمور الوسطية، خير الأمور الوسطية. نعم، خير الأمور. دكتور برضو يعني هل نقدر نقول إنه في علاقة بين الطفل كثير الغضب وأسلوب التربية؟ كبير جدا جدا. كل ما ذكرت يعني يرتبط أسلوب التربية بنوبات الغضب بصورة كاملة. يعني أسلوب اللي أنت بتربي به ولدك ده اللي بيحدد لنا إنه الطفل ده يكون زول غضوب أو ما غضوب. كل الأشياء في شخصية الإنسان بتأتي من التنشئة الاجتماعية بتاعته، الطريقة اللي تنشأ بها الطفل ده
دي المكون بتاع الإنسان في كل مراحل منذ العامين لغاية ما لغاية سن الشيخوخة بتأثر بعملية التنشئة الاجتماعية. لذلك الناس يفترض أنه يقولوا عملية التنشئة الاجتماعية اهتمام كبير جدا جدا. عملية التربية وهو صغير دي مفروض الناس يدوها اهتمام, فهي مرتبطة ارتباط كبير جدا جدا ب أسلوب التربية. أسلوب التربية اللي نحن بنتعامل به مع الطفل. دكتور برضو من خلال الحالات اللي بتجيكم هناك كاستشاري نفسي واجتماعي, كيف تقدروا تتعاملوا مع الحالات دي؟ يعني شنو نوعية العلاج اللي بتقدموها للحالات دي؟ طيب في بعض الحالات اللي بتكون حقيقي عندها مرض نفسي, وده يا جماعة يعني دائما مثلث العلاج اللي أنا بقول عليه دائما هو اللي دخل في حتة بتاعت العلاج الشخصية دي, لأنه بعض المرات قد يكون مولود ببعض الأمراض أو قد يكون أصيب ببعض الأمراض وهو طفل. فالأمراض النفسية المثلث اللي بيعمل عليها اللي هو السيكاتريست اللي هو الطبيب النفسي زول اللي درس الطب, وأيضا السيكولوجيست زول اللي درس الاجتماع, والسوشيال ويركر زول اللي درس خدمة اجتماعية لأنه دارس جانب نفسي اجتماعي. فالمثلث ده بيشترك في علاج الحالات دي. بعد مرات تجيك أخطاء في التربية سببت نوع من المرض للطفل دي, وأصبح لما يتشنج مثلا ويغمى عليه بيجيبوه لهم, يقول لك ده لما يزعل بيغمى عليه بيغمر. بعض الناس بيفتكروا, وده غلط كبير جدا جدا, بيفتكروا انه ده من مكون اساسي في شخصيه الطفل, وده غلط. ما في يا جماعه, السلوك الانساني سلوك متعلم ومكتسب, يمكن محوه ويمكن تغييره في اي لحظه. هو يكتسب الحاجه دي, بالتالي لا تؤمن ان هذا الشيء مولود به الطفل, أو جاء السلوك بتاع الغضب دي جابه الطفل من بطن مطوالي مخلوق مصمم كده. لا, هذه الأشياء اكتسبها من البيئة الحوالين, وفيها مسيرات نسميها نحن المسيرات اللي هي بتخليه فعل. نحن هنشوف في الإرشادات بعدين كيف ممكن الناس يعني يتحاشوا المسيرات دي, لأنه في مسيرات معينة أنت بتعملها بتخلي. وبعدين في أطفال مثلا بقول لك يا أخي يسموها الشفع, يسموها المقاوة, كويس, وتحاول لقيته زعلان تحاول تغيظه زيادة تغيظه زيادة, وكل ما يمكن تغيظه. يا جماعة المزالة دي في بعض الأخوانك الأخوان بالذات بتلقاهم بتعمد يسيروك عشان تبكي عشان تاني تبكي. يا جماعة عندها مردود سلبي كبير جدا جدا على نفسية الطفل, وعلى تبنيه للحالة بتاعت شنو الهياج والحالة بتاعت الغضب الغير طبيعي اللي ممكن تصل لمدى بعيد وتأثر في 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 تحمله, قوة درجة التحمل بتاعه أو الجهاز العصبي بتاعه بيبقى ما يحتمل أي شيء, بيصبح إنسان نيرفز جدا, إنسان غضوب حتى في كل المراحل القادمة. يعني لذلك يا جماعة الأطفال الآباء انتبهوا تماما إلى تعامل الأولاد فيما بيناتهم. في بعض الأطفال بيكون عندهم أسلوب كده بتاع إغاظة دائما, ديل موجودين في أي أسرة موجودين, كويس, أول ما يلقى الناس هذا كده وبتاع يلقى أخوه هادي يمشي يسيروا بأيش, كويس, وفي واحد ينقوم من تغمتي كده بعيد من الوالدين يقرصوا يعمل حاجة يشيل لعبته يتعمد. انتبهوا لأولادكم من الحتة دي لأنها بتخلي لها شخصية مهترئة الجهاز العصبي يعني أو ضعيفة الجهاز العصبي. دكتور انتو أبرز الحالات اللي بتجيكم مسببات شنو يعني؟ والله زي ما ذكرت لك أنا يعني من الأسباب الكثيرة دي دائما بنرجع يا جماعة, الطفل ده هو أمانة في يد والدينه, كويس. أكبر الأخطاء بتجي من طريق عن طريق الوالدين أو طريق تربية التربية اللي اتبعوه أو أسلوب التربية اللي ذكرناه سابقا اللي بتبعوه دي الحالات اللي بتجي في حالات الغضب أول بيستشيرونا بها. نحن عندنا برضو بنستشيرونا عن طريق الهاتف, والله أنا الشافع ده بكاية يا أخي عمل له شنو غلبني وبتاع, بتعمل دراسة حالة له سريعة حتى عبر الهاتف بتعرف إنه هي ذات الغلطانة أو هو أبوه الغلطان, بترجع في النهاية المسألة لي. الحاجة الثانية نحن في أشياء كثيرة قاعدين نهملها, يعني دائما الأطفال اللي بيتربوا في وسط الخضرة ويتربوا ونوديهم مناطق خضراء مناطق الموية الطبيعة دي يا جماعة انت بتخلق فيه نسبة من الهدوء العالية جدا جدا والسكينة فيه. هذه المناظر تؤثر حتى على الناس الكبار, يعني هسه بعض مرات الواحد تلقاه نيرفز كده وشاكل في البيت او نايم بمشي النيل طوالي
بيمشي النيل ويقعد يتأمل النيل ليه بالمناسبة يمنحك طاقة إيجابية رهيبة جدا جدا. قعدتك اللي انت قاعدة دي بتمنحك طاقة إيجابية عالية جدا جدا. اللجوء للمناطق الخضراء والمياه والمناظر الجميلة والعصافير, حتى العصافير الموجودة داخل الأقفاص في البيوت دي بالمناسبة عندها دور كبير جدا, والأسماك أسماك الزينة أيضا عندها دور كبير جدا جدا في تهدئة الطفل وفي في في تهدئة الناس الكبار ذاتهم. يعني مش الطفل بس, بعد مرات تلقى واحد زهج أو زهجت من راجله ومشت طوال على القفص قاعدة تعايم, بعد شوية أصبحت ريلاكسي جدا جدا جات راجع عليه بصورة. كذلك الرجل يعني تحصل بعض الخلافات طوالي أجل أقرب منظر جميل في البيت تغير نفسياتك بتغير نفسياتك. نعم كذلك الطفل يفترض أنه تعرضه للمناظر الطبيعية دي. نعم دكتور صادق, أحيانا برضو الغيرة تؤدي للغضب, يعني من خلال تمييز الأطفال. عندنا أسر أبوين يعني بيفرزوا بين الأطفال ذاتهم الصغار, بيعاملوا واحد معاملة أحسن من الثانية, دي مشكلة كبيرة. فدي تؤدي دي سبب رئيسي جدا, مشكلة كبيرة جدا جدا. أنت حتخلق إنسان هنا معقد, شخصية معقدة. يعني أول ما ميزت أول سمة حيتبناها الطفل اللي أنت ميزته دي هيصلح. ما تقول الطفل ما بيفهم, بيفهم. وشايف إنك أنت جبت لهذاك وما جبت له. حتى بعض مرات يا جماعة انت قد تكون ما قاصد تجيب اشياء مختلفه الالوان لاخوين فعلا. اي هو قد ما يبوح لك بالنزله دي قد يقبتها في جواه, لكن بيكون في جواه ليه جابوا لي البتاع الحمراء السمحه دي, وانا جابوا لي البتاع الزرق الكعبه دي او جابوا لي البتاع البيضه دي ليه المعنى حقته السمحه. مرات يعبروا عنها يقول لك ليه حقت اخوي ده كده, تلقاه عديل جاء عديل قال لك يا أخي ليه حقت فلان ده كده. مرات بيقبطها مرات بيقبطها وبيقبطها دي يا جماعة احنا ما دايرين كويس. طوال انت جبت حاجتين كده قيس درجة الرضا بتاعه اللي ممكن ترضيهم الاثنين تعرفه. لا تعرف شعوره الداخلي شنو نحو الهدية. اساسا انا جبت لها هدية, اي زول جبت لها هدية بيفرح. انت اول ما لقيت انه الفرح غير مكتمل في دواخله يمكن يكون فرح لانك انت جبت له, لكن في حاجه كده مخليها انت طوال تكون حصيف جدا جدا, والوالده بالذات تكون حصيفه جدا جدا. تحاول اول ما لقيت انه فرحه غير كامل اعرف انه في حاجه في نفس الطفل ده. ده واحد من المقاييس اللي ممكن اي ام او اي ابو يحس المساله دي. تمشي تقيس طوال مالك انت حلوه, هديتك حلوه ولا ما حلوه, مالها احسن هديتك وهديه اخوك. طوالي هنا بيبدا يطلع شنو انت استدرجته لانه يطلع الحاجه اللي في دواخله. طوالي بتعرف السبب وطوالي بتعالج, وممكن تلغي له في الفكره في ذهنه. قد تكون هديته هي الاجمل واللون اللي اختار اللي اخترته له هو الاجمل, لكن في بعض الاطفال طوالي بيقولوا في يد الاخر دائما اجمل. بيقول لك والله يا اخي هديته حاجته احسن من هذه. كويس يا تقنع ده بانك تستبدل. اسلوب تربوي بسيط جدا جدا, تستبدل دي خلاص ديك سمحه احسن ديك. انت مش تقنع داك بانه حنديه ديك احسن من ديك. شيله ودي دبلوماسيه في التعامل مع الاطفال يا جماعه, دي اللي بتكون لنا الطفل. يعني عشان كده نحن بنخلق اسره هادئه وطفل خالي من العيوب والامراض النفسيه والاجتماعيه اللي ممكن تسبب لنا مشاكل. دكتور كسؤال محور اخير, عاوز انك تقدم رسائل اخيره للاسر في كيفيه انه كيف يقدروا يتعاملوا عشان يمتصوا عمليه او نوبات الغضب عند الاطفال. طيب الناس حقه يكون عندهم قواعد ثابته في الارشادات دي. الارشادات اول حاجه تعملها افترض انك تتجاهل, لكن يعني تغض الطرف عنه لكن ما تتجاهله نهائيا, يكون عينك عليه. مش لما بكى وعيط طوالي جيت شلته ودللته, لانه بعدها يستمر المساله دي كل ما يعوز حاجه حيستغل النقطة دي. بعدها بتودينا للدلالة الزايدة. أيوة اللي هي بتودينا للحتة تحت الدلالة الزايدة. طوالي أول ما بيجي داير حاجة طوالي بكليك. مفترض إنه الناس انتبهوا للمسألة دي, إنه أنساو خليه أمشي الأوضة ديك وعايل له أمشي المطبخ وخليه في الصالة قدام عينك هنا ولاحظ له. أو الأبو أيضا يمكن نلاحظ له. طبعا يا جماعة الدور بتاع التربية دي دائما موكول للأمهات. أنا بحيي كل أم هنا والمسألة كلها بتتوقف علينا هنا أكثر من الرجال, لأن الرجال داجين ماشيين في 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 الحياة وكذا وبيطلعوا دورنا التربوي هم ذاتهم عندنا قناعة إنه ده دور الأم.
مع انه والله مفترض انه الاباء كلهم دور كبير كبير جدا جدا يا جماعه. برضه الحته بتاعت غضب الاطفال دي ابتعاد الاب عن الابناء لها دور كبير جدا جدا في انه لانه الفتره اللي بيجي بيحاول يجي فيها داير يعوض فيها فتره غيابه مع الطفل ده بيحاول يغدق عليه من الحنان بصوره كبيره جدا جدا وتبقى مشكله كبيره جدا جدا. ايضا من الارشادات يفترض انه ما تستجيب زي ما قلنا لاي استغلال وابتزاز من يفترض انه تعرضوا برضه للمناطق الجميله والمناظر الطبيعيه تعودوا كده. يفترض انه الطفل ده نحاول قدر الامكان نحن نبعد من المسيرات اللي نحن عارفينها ممكن تنرفزه الحاجات في اشياء معينه بالمناسبه وتصير الطفل ده نحن نحاول ما نكررها او ما نعملها. الحاجه الثانيه برضه الطفل يا جماعه لما يبعد برا من البيت لاي طفل صور اي طفل لما يكون خارج البيت ما بكون حاسس بالطمانينه بكون نيرفز جدا جدا وغادي يبكيلك انت يفترض انه تصبر عليه الحاجه تحاول قدر الامكان تهديه وهو خارج البيت وتعوده انه خارج البيت يكون طبيعي جدا او بعيد من البيت يكون طبيعي جدا جدا لانه انت برضه بعد بتخش في الشخصيه الانطوائيه لما انت طوالي اول ما بكى شالوه رجعوا البيت بعد هو شنو يبقى شخص انطوائي وما حيلقى نفسه الا داخل البيت. لذلك يفترض انه الناس يحاولوا يعودوه كل يا جماعه قلنا السلوك الانساني متعلم احنا كده بنعلم فيه اي حاجه انت بتعلمها لطفلك هي المكون الاساسي لشخصيته. ايضا من الـ الاشياء الضروريه ومهمه جدا جدا اللي مفترض انه نحن يعني ناخذ في اعتبارنا انه طفلنا ده يتربى عليها نحن الطفل دائما نحاول نوضح له او نحاول نوريه نحن لما نغضب بنغضب كيف يعني حتى يا جماعه حتى الغضب يفترض انه يكون شنو غرس يغرس. كيف تغضب يا طفل انا حوريك. لما انت تزعل وضح له انك انت زعلان الان ودي طريقه الغضب المثلى اللي المفروض انت تغضبه. ايضا يعني حاجه اخيره انا شايفك بتلملم فيها ورق زي يعني الزمن ضايقنا انا بحيي كل الاخوه المشاهدين. افترض انه يا جماعه ننتبه لاولادنا ودي الامانه في عمقنا نحن يعني نحن اللي بتشكل شخصياتهم. نحن مبسوطين بك جدا ومبسوطين بالنصائح والارشادات والتوجيهات دي للاسر ومهمه جدا عشان انشاء الطفل بعدين تنشئ سليمه بعيده من الغضب. شكرا لك دكتور صادق احمد عمر الاستشاري النفسي والاجتماعي. شكرا جزيلا سودانية 24. شكرا جزيلا لك انت دكتور حوار بسيط جدا.